في وقت تعاني المنطقة من هجمة شرسة تستهدف المؤسسات الوطنية وتضع نصب أعينها تدمير مقدرات الشعوب العربية، وقفت مصر أمام تلك المخططات الإرهابية التي لا يمكن التصدي لها إلا بالقوة. وأصبح الجيش المصري هو الدروع السافل للمنطقة العربية، وبات هو الوحيد القادر على الدفاع عن الحق، يحارب نيابة عن العالم العربي إيمانا منه بمسؤولية الحفاظ على أمن واستقرار أشقائه العرب، وكانت له اليد طولة في هذه المعارك. فخلال الأعوام القليلة الماضية حقق الجيش المصري تقدما كبيرا لحفظ الأمن والاستقرار في الداخل والتصدي لجماعات الإرهاب التي انتشرت بالمنطقة. ومن خلال عملية حق الشهيد بمراحلها المختلفة في سيناء، استطاعت القوات المسلحة تصفية مئات العناصر التكفيرية والسيطرة على عشرات البؤر الإرهابية وفي مقدمتها جبل الحلال، فضلا عن تدمير مخازن للسلاح وقطع طرق الإمدادات وغلق الأنفاق وتدميرها، مع الأخذ في الاعتبار أن العقيدة العسكرية المصرية لا تتغير بعدم تعريض المدنيين للخطر. وعلى المستوى الإقليمي، قاد الجيش المصري مبادرات لتوحيد الجيش الليبي الذي تأثر كثيرا بأحداث الربيع العربي، كما لحقت الجماعات الإرهابية داخل الحدود الليبية عبر تنفيذ غارات جوية استهدفت معسكراتهم ومقراتهم، وعقب ذلك بتعزيز رقابة قوات الجيش على المثلث الحدودي مع ليبيا والسودان عند منطقة جبل العوينات في أقصى الجنوب الغربي. وفي إطار الدفاع عن الأمن القومي العربي، شاركت مصر في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ودعمت كل الجهود التي تهدف إلى وقف إطلاق النار في سوريا وخفض التصعيد والتوتر بين الجيش السوري والفصائل المسلحة. ورغم هذه الصعب، وصل الجيش المصري تحديث قدراته العسكرية من خلال تنفيذ عدد من صفقات التسليح، كان أبرزها تعزيز الترسانة البحرية بحاملتي المروحيات مسرال، وبذلك حملت المؤسسة العسكرية المصرية راية التحدي بعد أن تمزقت جيوش المنطقة بالصراعات الداخلية والمخططات الإرهابية. هو ده جيشنا، جيش الشعب المصري، الجيش المصري اللي من 48 زي ما قلت لكم في البداية هو الجيش الأقوى اللي واقف يتصدى لكل محاولات لتفتيت الوطن العربي، الجيش اللي بيشتغل بالدرع وبالسيف وكمان بيساعد في التنمية وفي الإصلاح الاقتصادي اللي احنا عايشين فيه. هو ده الجيش اللي بيليق بوجود الشعب المصري واللي بيقف ضد أي محاولات الاختراق أو هدم الأمة العربية. احنا شفنا الجيش، تعالوا كمان نشوف وزارة الداخلية وشرطتنا. رصدت امبارح متابعة قطاع الأمن الوطني عن قيام أحد الأشخاص ببث فيديو عبر شبكة الإنترنت بيحث المواطنين على التظاهر وارتكاب أعمال العنف ضد مؤسسات الدولة، أعقبه بث ما يسمى بحركة غلابة، ودي تابعة طبعا لجامعة الإخوان الإرهابية ذات الدعوة وجهت فيها عناصرها لاستخدام ما يسمى بالمبروكة. أشارت عمليات الفحص والتحري بأن الشخص الذي قام بالتحريض عبر شبكة الإنترنت هو الإخواني ياسر عبد الحليم أحمد عبد الحفيظ، وشهرته ياسر العمدة، وهو موظف إداري سابق في ميناء دمياط وهارب حاليا طبعا كالعادة في تركيا، وهو القائم على ما يسمى بحركة غلابة. وأن ما يسمى بالمبروكة دي هي عبارة عن كتلة إسمنتية بها العديد من المسامير بيتم إلقاها على المواطنين بغرض إصابتهم وعلى السيارات لإحداث تلفيات بإطاراتهم بهدف تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى. ودي الصور اللي احنا بنعرضها لحضراتكم، والمخربة دي، الفوضى الإسمنتية دي، الشيء المقزز ده، هم عندهم اسم المبروكة. يعني كل ما بيأذونا وكل ما يقع منا مصابين بعد الشر أكتر وكل ما الدنيا تبوظ أكتر، هي بالنسبة لهم ده مسمى البركة. بصبح على حضرتك الكاتبة الصحفية جيلان جبر. يعني القراءة للمشهد اللي احنا فيه، سواء بالقرار الأمريكي المستفز للدول العربية الإسلامية كلها أو بالوضع اللي حضرتك شايفاه دلوقتي، بس أنا طبعا اسمحي لي في البداية أن أنا بعتذر عن عدم وجود زميلي حسام، زي ما حضرتك شفتي قبل ما ندخل فخر على طول أنه هو تعب، وإن شاء الله يقوم بالسلام. إن شاء الله نطمن عليه، وصباح الخير على مصر كلها بأمان وأمن بشرطتها وجيشها، دايما حامين مصر وبشعبها الواعي اللي لازم يبقى عارف أنه إحنا في مرحلة من يعني من منعطف خطير في تشكيل الشرق الأوسط الجديد. هذا المنعطف
للأسف اللي بيخلي ضعاف الدولة من الداخل. ضعاف الدولة بيحصل ازاي؟ انك بتسقطي مؤسساتها، بتضعفي، بتشككي فيهم على الاقل، قبليها بتشككي في هذه المؤسسات. اعادة التشكيك في المؤسسات وعلى قدرة الجيش او على قدرة الشرطة هنا كل يوم بيثبت ان شرطتنا وجيشنا ما زالوا واعيين لده، وشعبنا واقف وراهم وداعمهم، لانه احنا اللي ميزنا في الربيع العربي او الخراب العربي اللي انا بسميه اللي حصل هو اللي ميزنا إيه؟ ان جيشنا وشرطتنا دفعوا عننا. غير كده ما كل الدول فيها الشعوب، وكل الدول اعترضت، وكل الدول تظاهرت، وكل الدول وقفت. ليه احنا اللي خرجنا من هذا الحمد لله باقل خسائر ممكنه، وحافظنا على كل شبر من ارضنا، وده مهم جدا، وحافظنا على مؤسساتنا، كل شبر من ارضنا حافظنا عليه لانه كان في جيش وقف مع شعبه، وكان في جيش وقف مع ارضه، وده مهم جدا. ان مفيش ولا الارض عرض، الارض عرض، لا ومفيش تدخل في ارضنا، لا ودخول الوقوف مع ارضك بس مش عشان عرض، ولكن انت منعتي من التدخل طبعا. لا قوات دوليه دخلت، لا قالوا لك تعالي نساعدك عن طريق حشد شعبي ولا ما اعرفش ميليشيا مسلحه ولا عن طريق ايا كان اسامي، ولا عن طريق ان احنا هنقف ونعمل جيش مناوئ من الداخلي. لا، هو الجيش التنظيمي المحترف، الجيش المصري، مش ناس طلعوا مسلحين قالوا لك اصل احنا هندافع على الحته دي. في مناطق كتير قوي اتقسمت بكده واصبحت ميليشيات مسلحه حتى لو كانت واقفه مع الدوله، ولكن هي مش احنا، بس الجيش هو اللي بيحمي، بس الشرطه اللي حمت لك مؤسساتك وشعبك وارضك. هنا احنا بنتكلم دفعوا ثمنها كتير، دفعوا ثمنها دم ولسه بيدفعوا الثمن، ولكن هي حمايه الارض والشعب ده شيء اساسي، وده اللي ميز عن كل الدول، دول صح. مفيش ابدا ممنوع التدخل في الامن القومي المصري، عندنا جيشنا وعندنا شرطتنا القائمه بتامين المؤسسات، مفيش ميليشيات مسلحه بتدخل جوه وشعبنا. طب اسمحي لي استاذ جلال، انا اخدك دلوقتي ليه القدس، القدس اللي كانت وما زالت وهتفضل عربيه وقضيه الفلسطينيه اللي دايما محط اهتمام الاداره المصريه وعلى اولويات اجنده الاداره المصريه. بعد ما من 2011 وكل الناس كانت نسيت تقريبا القضيه الفلسطينيه، وكله كان ملهي في حال بلده، ما فيش حد رجع تاني القضيه الفلسطينيه غير مصر واجهزه الامنيه المصريه بتحقيق المصالحه الفلسطينيه الفلسطينيه. قراءتك للمشهد، الدور المصري في القدس ودور المؤسسات الوطنية. الحقيقة الجهود المصرية في انها مصالحة الفلسطينية ده احنا نشهد عليها كشغلنا كصحفيين وككتاب منذ فترات طويلة، من اول الانقلاب اللي حصل ما بين حماس والسلطة الفلسطينية، احنا بنشوف ان احنا في جهود من المخابرات المصرية ومن الاجهزة المصرية في اعادة التصالح واعادة الجلوس على طاولة الحوار والمصالحة الفلسطينية، ولكن للأسف كانت بيرجعوا تاني الى مقراتهم ويرجعوا يقلبوا بعد الاتفاق اللي بيعملوه في مصر، وكانت بتفشل. فضلنا في هذه المحاولات باستمرار، ليس فقط لانها قضية الاولى والقضية العربية لقلب مصر، لكن لان مصر دفعت فيها دم، ومصر هي اكتر دولة دفعت فيها وقت ودم واستنزفت من قدراتها عشان هذه المصالحة. الجغرافيا السياسية هي التي تحكم، لان هي الدولة اللي على حدودنا كمان، لان لازم نعرف، والدولة التاريخية التي قامت مصر بالتضحيات عشانها. واذا من 48 واحنا بنضحي وبنحاول، تنوعت الاساليب لغاية ما وصلنا للمصالحة الفلسطينية الاخرانية اللي لم يستمع احد لصوت أنور السادات الله يرحمه، ولصوت الرئيس مبارك، ولا صوت الرئيس السيسي، فإن ضرورة السرعة في المصالحة، لأن ده هيخلي الإسرائيليين يقفوا قدام كتلة فلسطينية واحدة أمام العالم. ما كان معروض بالأمس مع أنور السادات ليس معروض الآن، ولن يمكن يكون بنفس المساحة والقدرات والنفوذ، ولكن ما بقى أن يعرض النهاردة بيعملوا تهويده. ما هي اللي حصل في القدس ده عشان نكون بس صراحة، هو حصل إيه؟ هي طول عمرها إسرائيل، لأن مفيش مقاومة سياسية ولا مصالحة فلسطينية، قالك هنقعد مع مين عشان نقعد على طاولة حوار أني طرف. فاذا هي عملت ايه؟ هي المحتله وهي الموجوده، هي كل اللي عملته سجلته في الشهر العقاري، زي ما تكوني انت قاعده في الشهر المحتله. أيوة صحيح. عملتي تسجيل في الشهر العقاري، هو ده اللي حصل، هم سجلوا في الشهر العقاري القدسي. يبقى اذا النهارده لما بنطفت، هل انا مصر بتستسلم؟ مصر مش هتستسلم، ولكن لا استطيع ان افعل ذلك، والعرب في اضعف اوقاتهم. احنا اختارت التوقيت الصح، صحيح، امريكا اختارت التوقيت الصح، واسرائيل هذا التوقيت هو اضعف بالظبط، والشعوب كلها ليس لها ثقه في احد. هي في مشكله ان يقول لك طب هتعمل ايه جامعه الدول العربيه، طب هتعمل ايه منظمه بعدين تسمعي بقى
الجهاد عن طريق تويتر. يعني هو بيجاهدوا والصواريخ موجهه بدل ما توجه لاسرائيل بقت موجهه للداخل. صحيح. كل واحد موجه للداخل، وداعش دي عمرها بتعمل عمليه في اسرائيل. طيب. بتعمل عمليات للدول العربيه. بما ان الحروب ما بقتش بس الضربات الاستباقيه المصريه بقت بس على المستوى العسكري، لا كمان بقت على المستوى ان احنا سبقنا الفكرة او المخطط اللي كان بتسعى ليه امريكا دلوقتي بمبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي واصراره على توفيق وملء الفراغ السياسي الفلسطيني ولم الشمل بين اطراف النزاع لمواجهه العدو الاصلي اللي هو الاستيطان الاسرائيلي. افاق الرد الفلسطيني على الوضع الحالي الحقيقه هي كانت يعني يمكن خير الدره النافعه زي ما بيقولوا، ان هو يمكن ده يخلي لم الشمل الفلسطيني في مواجهه العدو الاسرائيلي حقيقي بقى. لانه في الاول كان في اريحيه كده، هم قاعدين انه في شروط وفي حاطين شروط وفي حاطين نفوذ وضمان حقوق وحاجات كتير قوي. النهارده بنشوف ان الشعب الفلسطيني ليس عليه الا ان يتوحد امام هذا التطور الجديد الذي حدث بفجور سياسي. انا بسميه ده فجور سياسي، انه اعلنها ولازم يكون قدامها رد. ليس مطلوب من مصر اللي هي اللي تحارب، ولا مطلوب من مصر، مطلوب من مصر انها بتكمل دورها الطبيعي. صحيح. صحيح. اللي هي بتتكلم عليه قبل هذا الاعلان كانت اصلا بتتكلم وبتسعى اليه. مطلوب من الدول العربيه اللي بتتشدق بانها هتقوم تحارب اسرائيل والدول الاقليميه زي تركيا وايران اللي هم كانوا بيهددوا انهم عايز اشوف بقى مواقف كلام وتصريحات وبيانات واعتصامات يعني ده انا تعبت منه. انا مش عايز الحمل يبقى على بلدي، انا عايز الحمل يكون كتله وبلدي ستحمي وتدافع وتقف معاه، لانها بتكمل مشوارها اللي مؤمنه بيه. مصر اصلا بتكمل مشوارها، ولكن عايز اشوف التشدق بالوطنيه وبالقوميه وبالقدس والاسلاميه والاغاني والبيانات والاعتصامات وكل التهديدات دي، وان ده الشيطان الاكبر وده الشيطان الاعظم. انا عايز بقى نخرج عن هذا الجهود من التويترز ومن الفيسبوك البيانات اللي نازله، وعايز اشوف موقف عربي واقليمي من ايران ومن تركيا كموقف اسلامي حقيقي وليس فقط مجرد كلام. ده هيساعد مصر على فكره، مش لان مصر ماشيه لوحدها. وكان يعني واحنا بنساله انه يعني ايه اللي ممكن يتعامل وايه المطلوب من المؤسسات الاسلاميه لمواجهه القرارات المستفزه اللي بتطلع من امريكا دي، فكان هو رايه انه مش مطلوب حاجه اكتر من اللي بيعملها الازهر او اكتر من اللي بتعملها مصر، لكن مطلوب توحد كل الدول العربيه بان هي تهدد المصالح الامريكيه عندها بقدراتها في مصالح. انت ما تقدرش حتى المصالح المصريه الامريكيه والمصالح المصريه الاسرائيليه في هذه المرحله لن تهدد، لان هي دوله في الاخر. مصر مهما كبرت هي محتاجه ان يكون هناك حلف معها، حلف عربي، حلف اسلامي، حلف اقليمي، ان يكون هناك فعلا خطوات تساعد مصر في اصرارها على اعطاء مواقف، لان احنا بندفع ثمن دم وبندفع ثمن وقت وندفع استنفاذ من مصر. ما انتش فاكره ان كان في عمليات بتحصل من الانفاق، احنا مش هنحرك على بعض، احنا بندفع كل الثمن ده. صح. وبدل ما يحصل ان ده يبقى تدفعه اسرائيل المحتله بتدفعه مصر. احنا بندفع جنودنا وشرطتنا بتموت اذا كان من الجيش او من الشرطه، عشان احنا دفعنا كتير جدا. طبعا. القضيه الفلسطينيه مش محتاجين حد يوصلنا عليها، لان هي يعني حتى لو قلنا مش قضيه بس قوميه، لكن هي تاني بقول هي القضيه الجغرافيا السياسيه تحكم ان انا اكون المسؤول. ولكن انا مش عايزه بقى تشدق من الدول الاخرى وكلمات وبيانات وفي الاخر يحملوا مصر، لا. هذا طيب. حصاد تفرقه عربيه وعدم وجود موقف موحد، هذا هو الحصاد اللي انت خدتيه من اعلان ترامب. هذا هو الحصاد، هو اختار التوقيت ان لا يوجد وحده في القرار، هو اختار هذا التوقيت وليس تقصير من دوله زي مصر اللي هي الدوله المجاوره للقضية الفلسطينية. لا طبعا. طب أستاذ جيلان، احنا طبعا لاحظنا من 2011 من بعد ما ابتدأ المخطط بتفتيت وتقسيم الدول العربية لسهولة طبعا السيطرة عليها، الحمد لله من ضمن الدول العربية الكبرى الوحيدة اللي نجت من هذا المخطط كانت مصر. بس بعدين تطورت المخططات وبقت مخططات اقتصادية لشوية تجويع وبعدين شوية تعطيش ومشاكل مع القارة الأم الأفريقية. قراءتك للمشهد وسيطرة مصر على كل المفارقات اللي بتحصل معاها ايه؟ هو هنا فيها عملية لعب باحتراف، هم بيحترفوا على انهم يضعفونا، ونحن بنحترف ان كل ما بيفتحوا نقاط ضعف او نقاط ضغط، خليني اسميها نقاط ضغط علينا، احنا بنجد البدائل وبنجد الحلول وبنحتوي المشاكل وبنبلع المر واحتواء وصبر
وتنويع الاوراق في هذا اللعب، انك انت بيعملوا لك خلطه اوراق، انه بيفتحوا لك اثيوبيا مع السودان مع خلافات عربيه مع خلافات دوليه، انت كل ده بتحاولي تخلطي الاوراق، ولكن في نفس الوقت كل ورق تغطيها حقها، ولا تجعلي هناك فراغ، وبتوضحي مواقفك وبتوضحي نقط قوتك وبدائلك، ان انا لن استسلم لهذا الضغط. وهناك بدائل اخرى، اذا كانت في السلاح عشان اكون واضحه، في تنويع السلاح، اذا كان في تنويع مصادر الدخل، اذا كان في تنويع مصادر، انت ضربوكي في السياحه نوعتي مصادر الدخل وفتحتي قناه ووسعتيها وبتعملي مشاريع وبتفتحي استثمارات وبتجيبي مستثمرين وبتعملي قمه افريقيه لما بيحاولوا يبوظوا علاقتك مع الدول الافريقيه، وبتعملي وبتحتوي شباب العالم. انا عايزه في اربع ثواني في السريع استاذ جيلان، توقعاتك اللي جاي. توقعاتي ان انا انتظر الاول القمه الاسلاميه والقمه العربيه اللي هتحصل، او اجتماع الدول العربيه اللي هيحدث، ومن هنا سنبدا اصرار مصر على الحفاظ على هويه القدس العربيه والحفاظ على مشوار مصر في امنها القومي اولا والامن العربي ثانيا. بشكرك شكرا جزيلا الكاتبه الصحفيه الاستاذه جيلان جبر، نورتينا وكالعاده افدتينا. بشكركم مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا. وكانت دي حلقتنا النهارده من صباح اون، بنطلع بيها بنتيجه مهمه جدا، ان طول ما احنا ايدينا في ايد بعض، زي ما كل مره بنقول، ان احنا طول ما احنا مع بعض ما حدش هيقدر علينا ابدا، ونبدا صحيين ونبقى واقفين جنب مؤسسات الدوله وجيشها وشرطتها. بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله نتمنى لحسام ان هو يكون بالسلامه. بشكركم.